السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تيزري عبر في موضوع تحت عنوان تحويل القانون للشركات أو التغيير القانوني للشركة أو لشكل الشركة أو ما يسمى بالمرور من شكل شركة إلى شكل شركة أخرى. هو دائما يدخل في النظام القانوني للتاجر وأيضا الشركات في القانون المغربي. إذا قلنا موضوع تحت عنوان التغيير القانوني لشكل الشركة أو التحويل القانوني للشركة. فبطبيعة الحال كيحصل أثناء حياة الشركة أن تقع هناك تطورات تؤدي إلى منح الشركة شكلا قانونيا جديدا، وهو الذي يعبر عنه قانون بالتحويل. وكيمكن أيضا للشركة أن تنضم إلى شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الإدماج، أو أن تقدم ما بذمتها من أموال كحصة في شركة جديدة عن طريق الانفصال، أو أيضا أن تقدم ما بذمتها من أموال حصة في شركة قائمة، أو أن تشترك معها في تأسيس شركات جديدة عن طريق الإدماج والانفصال. وما يهمنا في هذا المدخل هو تحويل الشركة على أن نرى الإدماج والانفصال في حصص قادمة إن شاء الله. وكي تعرف التحويل القانوني للشركات هو تغيير قانوني لشكل الشركة كما يعرف بالمرور من شكل شركة إلى شكل شركة أخرى. فكما نصت المادة السابعة من قانون 1795 على أنه كتمتع شركة المساهمة بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، وما كيترتبش على ذلك تحويل القانوني للشركات المساهمة إلى شركة ذات شكل آخر أو العكس. فإنشاء شخص معنوي جديد يسري نفس الحكم في حالة التمديد. وبطبيعة الحال فإن عملية التحويل لا تعني نقلا شاملا للذمة كما هو شأنه بالنسبة للإدماج، بل هي مجرد تغيير بسيط في الشكل القانوني للاستغلال. بعبارة أخرى أنه كيظهر التحويل بالأساس كمجرد تعديل الأنظمة الأساسية للشركة بشكل يمكن الشركة من ملائمة ومطابقة هياكلها مع الضرورات والحاجيات الاقتصادية الجديدة. وهذا الانتقال من نمط إدارة إلى نمط آخر لا يعد تحويلا كما هو الحال مثلا بالنسبة لشركة المساهمة التي تغير شكلها حكامتها من شركة مساهمة ذات مجلس إدارة إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية أو ذات مجلس رقابة، أو من شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ومدير عام وحيد. وكما أن انتقال أو تغيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ثنائية الشركاء لا يعد تحويلا على اعتبار أن الأولى ما هي سوى صورة أو اشتقاق من الثانية. وكيبقى هذا الانتقال من الممارسة الفردية كشخص طبيعي إلى الممارسة الجماعية في إطار شركة كشخص معنوي لا يعتبر تحويلا بالمعنى القانوني للكلمة. وكيبقى أنه كيتعتبر الانتقال من شكل شركة توصية مثلا بالأسهم إلى شركة مساهمة، أو من شكل شركة مساهمة إلى شكل شركة مساهمة مبسطة، أو من شركة مساهمة لا تدعو الجمهور إلى الاكتساب إلى شكل شركة مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتساب تحويلا بالمعنى القانوني للكلمة، رغم أن كل هذه الأصناف نقول أنها كانت تنتمي إلى أسرة واحدة هي شركات الأسهم. وكيتبت أيضا العمل القانوني أو يمكن أن نقول عفوا أنه كيتبت الواقع العملي أن التحويل من شركة مساهمة إلى شكل شركة ذات مسؤولية محدودة كيأتي في المرتبة الأولى على إثر دخول القانون 1795
حيث التنفيذ، وذلك لتفادي لزومية تعيين مراقب الحسابات بالنسبة للشركات المساهمة. فكيلي أيضا في المرتبة الثانية هو تحويل الشركة المدنية العقارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ويرجع السبب في ذلك إلى طابع العمل التجاري الذي أصبح يسود حتى شراء العقار بنية البيع. وذلك أيضا في المرتبة الثالثة هو تحويل الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة المساهمة إلى شركة مدنية، ويرجع بطبيعة الحال السبب في ذلك إلى الطابع المدني للعديد من المهن الحرة كالطب مثلا وتنافي هذه الأخيرة مع التجارة، وبالتالي حظر اتخاذها شكل شركة تجارية بأي شكل من الأشكال. أما الانتقال من شكل شركة تضامن إلى شكل شركة توصية بسيطة على إثر وفاة أحد الشركاء المتضامنين يعد أيضا تحويلا، وكيتلاحظ من خلال جرد حالات التحويل أن هذا الأخير يمكن أن يكون إما تحويلا إراديا من قبيل ما ذكر، أو تحويلا قانونيا أي ناتجا عن نص قانوني صريح. اللي جاء في هذا المقتضي ديال النص أنه كتنص المادة 29 من القانون 95 على أنه إذا اشترط في حالة استمرار شركة تضامن من بعد وفاة أحد الشركاء وكان أحد الورثة أو أكثر قاصرا، فإن الشركة تتحرك إداك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية البسيطة يكون فيها القاصر موصل فقط في حدود الحصة المقدمة، وتنحل الشركة إذا لم يتم التحويل ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل. أيضا تنص المادة 47 من نفس القانون 95 التي حددت السقف الأعلى لعدد الشركاء من الشركة ذات المسؤولية المحدودة في 50 شركا، فإلى تجاوز العدد هذا الحد الأقصى وجب تحويلها داخل أجل سنتين إلى شركة مساهمة، وإلا تم حلها ما لم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل باش يساوي أقل من 50 شريك. وبالرجوع إلى المادة 216 من قانون 1795 كنوجد أن المشرع متفتح لقبول كل أشكال التحويل، حيث يمكن لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل آخر إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما لا يقل عن سنة. وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها. وقد ننتقل بعد هذا التمهيد إلى تناول موضوع التحويل بالإشارة بداية إنه إذا كان التشريع المغربي القديم المنظم لموضوع الشركات لم يتطرق للتحويل في إطار نظرية تغطي سائر أشكال الشركات، فإن القانون 1795 المنظم لشركات المساهمة وكذلك القانون 596 المنظم لباقي أشكال الشركات التجارية الأخرى قد تطرق لموضوع التحويل بما يراعي خصوصيات كل شركة على حدة وبما يكفل تمكين المقاولات المغربية من التطور. وكتخضع عملية التحويل لعدة شروط وكترتب عليها عدة آثار بطبيعة الحال. إذن بهذا كنكون وصلنا لختام العرض. أنا أمل اللقاء بكم عبر قناة يوتيوب عبر تغذري، لا يفوتني مرة أخرى إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء والمشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين من الجدد. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.